في فيديو اليوم راح نستعرض لكم أبرز الألعاب المميزة اللي راح تصدرنا في أول شهر من سنة 2020، وهالشهر في تنويع مو بطال وبيحمينا للشهور القادمة. دراغون بول زي كاكاروت، لعبة الأكشن آر بي جي من تطوير سايبر كونكت ونشر بانداي نامكو. اللعبة تعطينا عالم دراغون بول بأفضل شكل، في عالم مفتوح متنوع بالبيئات ومليان تفاصيل راح يقدرها أي شخص تابع الأنمي وكان عاشقه. طبعاً بيكون فيها معارك ضخمة ومؤثرات بصرية مميزة المعروفة من عالم دراغون بول. اللعبة قادمة في 17 يناير على البي سي والإكس بوكس 1 والبلاي ستيشن 4. توكيو ميراج سيشنز، وهي لعبة ار بي جي صدرت سابقا على جهاز الوي يو. فكرتها تجمع عالمي فاير امبلم من نينتندو وشين ميغامي تنسي من اطلس، لانها خلطت بعض الشخصيات من العالمين واخذت عناصر معينة في اسلوب اللعب كل لعبة. هذه النسخة المحسنة اضافوا لها اغاني وملابس جديدة. اللعبة قادمة على السويتش في 17 يناير. مونز اوف مادنس، لعبة الرعب من المنظور الاول في الفضاء من تطوير روك باكيت جيمز ونشر فان كون. في مغامرتك راح تستكشف كوكب المريخ وسفن فضائية مرعبة وبتحل الألغاز وتتحاول تتجنب الصعاب في العالم اللعبة الموحش. اللعبة قادمة على البلاي ستيشن 4 والإكس بوكس 1 في 21 يناير. Pillars of Eternity 2 Deadfire، لعبة الار بي جي الكلاسيكية بأسلوب ألعاب التسعينات للبي سي. أخيراً بتصدر لأجهزة الجيل الحالي وبتوصل لنا بأفضل شكل مع كل التحديثات النسخة البي سي وإضافاتها. اللعبة قادمة على البلاي ستيشن 4 والإكس بوكس 1 في 28 يناير. Journey to the Savage Planet، لعبة المغامرة التعاونية من تطوير تايفون ستوديوز ونشر 505 جيمز. أحداث اللعبة بتكون في عالم ألوانه مختلفة وجميلة وبيكون مليان أسرار تستكشفها ومخلوقات غريبة تقاتلها. اللعبة قادمة لأجهزة البي سي والبلاي ستيشن 4 والإكس بوكس 1 في 28 يناير. هذه كانت أبرز ألعاب شهر يناير. أعطونا رأيكم بالتعليقات بأكثر الألعاب اللي متحمسين لها لهذا الشهر. كان معكم نواف النغموش ويعطيكم العافية على المتابعة.